في الحقيقة أنا عارف إن الموضوع محرج جدا وصعب في نفس الوقت، بس أنا كان لازم أجي بنفسي وواجه. مراتي قالت لي أعمل كده، أنا في الأول رفضت بس اكتشفت إن كلامها صح فجيت. أنا أولا يا أستاذ حسن جاي عشان أبارك لكم على الجواز أنت ونادية، ده حقها اللي اتأخرت قوي عليه. واحدة تانية في مكانها بعد اللي عملته معاها كان زمانها اتجوزت من بدري قوي. بس في الحقيقة يعني الجواب بيبان من عنوانه، واضح إنها عرفت تختار. ربنا يقدرك وتقدر تعمل معاها كل اللي أنا ما قدرتش أعمله. نادية شالت وتحملت المسؤولية كلها للآخر وما اشتكتش. والحقيقة أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنا عارف طبعاً الموضوع محرج جداً، وأكيد عندك مليون سؤال. أنا إيه سبب وجودي هنا؟ وأنا مستعد أجاوب يا أستاذ حسن. لا الحقيقة أنا ما عنديش أي أسئلة من أي نوع. بس في الحقيقة أنا عندي كلام كتير قوي محتاج أقوله، لو تسمحولي. طبعاً تفضل. لو وجودي هيمنعك أنا ممكن أستأذن. لا لا بالعكس، أنا محتاج وجودك عشان تكون شاهد ما بيننا، لأني مش عارف أقول الكلام ده تاني. أنا أصلا مش عارف إزاي جيت، ولو سألتني دلوقتي هقول لك يا ريتني ما جيت وفضلت بعيد. أنا يا أستاذ حسن إنسان مش بيعرف يواجه، ده عيب في شخصيتي، ودايما كنت بحاول أهرب من المسؤولية، وتسببت في ظلم كبير قوي لنادية في حياتها بسبب العيوب دي في شخصيتي. أول ما جات لي فرصة أهرب من فكرة البيت والجواز والمسؤولية والبنات ودوشتهم، هربت بشكل مش محترم. أرجع أقولك في الآخر، إحنا كلنا نتاج لأهالينا، مفيش حد فينا كامل. يمكن أهلي علموني في المدارس، بس عمرهم ما فهموني يعني إيه بيت وجواز ومسؤولية، بدون الخوض في تفاصيل كتير عشان أنا مش عايز أقلب المواجع. أنا يمكن زمان ما كانش عندي الخبرة والفهم الكافي علشان أعرف مدى القسوة اللي اتعاملت بيها مع نادية والبنات. مفيش حد في الدنيا ممكن يعرف مدى القسوة دي إلا اللي عاشها، وللأسف هي عاشتها بكل تفاصيلها. بالرغم من كده ما منعتش أي حد من البنات إنهم يكونوا على اتصال بيا، ولا شويت صورتي قدامهم. وأنا بس عندي تساؤل عن توقيت الزيارة. ده أحسن وقت يا أستاذ حسن. أنا ما كنتش حاضر أجي وأتكلم ونادية قدامي غير وهي متجوزة. عايز صراحة أكتر من كده؟ ولا كنت حاضر أحط عيني في عينيها غير في وجودك؟ أنا أكيد مش عايز أي حاجة من نادية ولا من البنات غير إني أشوفهم وأقعد معاهم وأقول لهم إن أنا موجود. أنا محتاج أشوف بناتي يا أستاذ حسن. حضرتك أكيد هتفهمني، أنا مش عايز حاجة أكتر من كده، نفسي أشوف بناتي. الوحيدة اللي كانت على اتصال بيا أروى. حتى لما جيت الفرح امبارح بالرغم من إن هي اللي قالت لي تعالى، أخدتني بعيد عشان ما أبوظش فرحة أمها. طلعت لي بره هي ورمزي ووقفنا بعيد علشان نادية ما تشوفنيش. ومين قال لك إن أنا ما شفتكش؟ بس كأني ما شفتكش. أنا أصلاً مش شايفاك، ما ينفعش أشوفك. عارف يا حسن؟ الراجل ده هو اللي علمني معنى كلمة ندل. نادية أنا مش ندل، أنا ما كنتش قد المسؤولية. الندالة مش إنك مشيت، الندالة إنك ما قلتش إنك عاوز تمشي. كان ممكن تقول وكنت هسيبك عادي، كان ممكن تقول أنا عاوز أمشي كنت هديلك عذر. أنا مش ممكن أسيبك تقعد وأنت مش عاوز تقعد. أنت ندل يا يحيى. وعامة أنا علمت بناتي إن هما ما يعرفوش أندال. بس ده حقي إن أنا أشوف بناتي؟ أوعى تقول الكلمة دي تاني.
انت مالكش اي حقوق، فاهم؟ انا لو طول اشيل اسمك من اساميهم كنت عملت كده من زمان. يا نادي انا اتغيرت، انا مش جاي اخدهم منك، انا كل اللي طالبه ان انا اشوفهم برضاكي. ما تقول حاجه يا استاذ حسن. يا نادي حتى عشان اسمائهم اللي مربوطه باسمي، ارجوكي اسمعيني بقلبك، بلاش غضبك يكون سبب في حرماني من بناتي وانا في السن ده. حتى لو انا ظلمت بلاش انتي تظلمي، انا ماليش غيرهم يا ناديه. جاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ انا هقبل منك كل اللي انتي عايزه تقوليه، بس ارجوكي خليني اشوفهم. مش هيحصل، واروح حسابها معايا بعدين. ملهاش اي ذنب اروى، واخواتها كمان ملهمش ذنب. دلوقتي جاي تفتكر ان عندك بنات؟ يا استاذ حسن انا مش عايز اي حاجه غير شكل علاقه محترم يجمعني بيهم ويفضلوا معاها. انا غلطت في كل حاجه عملتها معاهم في حياتي، ومش عايز حاجه غير اني انا اشوفهم واحاول اعوضهم على قد ما اقدر، وكل حاجه هتفضل زي ما هي. والله ما عايز حاجه غير كده. شكل البايظ قدامهم ده احاول اعدله شويه. لا نادية، متهيألي اللي من حقه يقول اه او لا هو البنات نفسه. حقه يا نادية، ربنا ادالك راجل محترم قلبه كبير وبيحس. انا عايز اشوف بناتي يا استاذ حسن، محتاج اشوف بناتي. انتي ايه اللي نزلك؟ اطلعي نامي نادية. بقولك اطلعي نامي نادية، ما ينفعش كده.